بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام موصولا على قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، إلى قوله: قد ضل ضلالا بعيدا. ويؤخذ من هذه الآيات إضافة إلى ما سبق الحلقات السابقة أن الواجب على المسلم امتثال أوامر الله ورسوله حينما تبلغه، وأن لا يتلكأ أو يتباطأ أو يتكاسل أو أشد من ذلك أن يعترض عليها، إنه إذا اعترض عليها يكون مشاقا لله ولرسوله. أما إذا تكاسل ولم يعترض عليها لكنه تكاسل فهذا مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل. ويؤخذ من هذه الآيات حجية الإجماع ولزوم العمل به، وهو الأصل الثالث من أصول الأدلة. ويؤخذ من هذه الآيات أن أصول الأدلة المتفق عليها كتاب الله وسنة رسوله والإجماع، إجماع المسلمين. وما عدا هذه الثلاثة من الأصول فإنه مختلف فيه، وذلك مثل القياس وقول الصحابي، استصحاب الحال، والمصالح المرسلة، إلى غير ذلك. هذه أصول مختلف فيها بين أهل العلم، ولعل المخالف فيها لا يبلغ في الإثم مبلغ من خالف الأصول المجمع عليها. يؤخذ من هذه الآيات أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة منه، وهذا محل إجماع في الشرك الأكبر. فإن من أشرك بالله الشرك الأكبر ولم يتب ووافى الله جل وعلا به ومات عليه فإن الله لا يغفره له ولا مطمع له في الجنة. وأما الشرك الأصغر فإنه محل خلاف، هل يغفر مثل الكبائر التي دون الشرك الأكبر، أو أنه يبقى على العموم فيعذب به صاحبه لكنه لا يخلد في النار، كما سبق الكلام في هذا في تفسير الآيات. ويؤخذ من هذه الآيات خطورة الشرك بنوعيه، الأصغر والأكبر، لأن الله لا يغفره، مع أن رحمة الله واسعة وفضله واسع، ولكن ذلك لا يتسع للمشرك لأنه ليس أهلا لذلك. وإنما الذين يتأهلون ويستحقون المغفرة هم أهل الإيمان الذين لم تبلغ ذنوبهم إلى حد الشرك بالله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآيات أن الكبائر التي دون الشرك قابلة للمغفرة، وهذا بنص الآية، ويغفر ما دون ذلك أي دون الشرك لمن يشاء
لمن يشاء بالله لمن يشاء الله جل وعلا أن يغفر له، وإلا فإنه معرض للوعيد دخول في النار إلا أن يشاء الله أن يغفر له، فإنه لا يعذب في النار. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. ويؤخذ من هذه الآيات فيؤخذ من هذه الآيات الدليل لأهل السنة على عدم كفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، وهذا دليل واضح من نص الآية الكريمة. ويؤخذ من هذه الآيات أن الشرك يبعد صاحبه عن الإسلام إبعادا لا حد له، يبعده إبعادا لا حد له لقوله ضلالا بعيدا ولا يعلم بعده إلا الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ منها أن المعصية التي دون الشرك لا تبعد صاحبها عن الإسلام بعدا شديدا، ولذلك فهي محل المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ومحل أن لا يخلد صاحبها في النار إذا عذب بها كما سبق. ويؤخذ من هذه الآيات أن المعاصي التي دون الشرك لا تبعد صاحبها عن الإسلام كما قلنا، ويؤخذ منها أن الضلال يتفاوت بعضه أشد من بعض، وأعظمه الشرك بالله عز وجل فإنه ضلال بعيد يبعد صاحبه عن الله ويبعد صاحبه عن المسلمين ويبعد صاحبه عن الحق. ومن هنا فالذين يحاولون أن يجمعوا بين المشركين والموحدين يحاولون أن يجمعوا بين المتباعدين بعدا شديدا ولا يجتمعان أبدا الموحد والمشرك، ولذلك أوجب الله بغض المشركين والكفرة لأنهم أهل بعد عن الله سبحانه وتعالى والله يبغضهم، فكيف تحب من يبغضه الله؟ والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهناك ضلال كما سبق لا يبعد صاحبه عن الحق، وأيضا لا يمنع الأخوة بين صاحبه وبين المؤمنين، فيجتمع في العاصي دون الشرك يجتمع فيه المحبة والبغض، فيبغض لما فيه من المعصية ويحب لما فيه من الإيمان. هذا هو الاعتدال في هذه المسألة، لأن الأقسام ثلاثة: من يحب حبا خالصا كالأنبياء كالملائكة والأنبياء والصالحين وأولياء الله، ومنهم من يبغض بغضا خالصا وهم الكفار والمشركون، ومنهم من يحب من وجه دون وجه وهو المؤمن العاصي، فيحب لما فيه من الخير والطاعة والإيمان، ويبغض لما فيه من المعصية. يؤخذ من
هذه الآيات تحذير من الشرك، وأن الإنسان يخافه على نفسه سواء كان شركا أكبر أو أصغر. والإنسان لا يزكي نفسه ولا يقول أنا تعلمت التوحيد، أنا عشت على في بلاد التوحيد كما يقوله بعض المغرورين، بل عليه أن يحذر من الشرك. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام بيده يقول في دعائه لربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.